نجد سعيد اليوم بتواجدي مع زميلي في الحكومة بروفيسور كمال بداري في ولاية الواد وبتحديد في جامعة واد سوف التي تشهد على غرار العديد من الجامعات في الوطن حركة كبيرة في مجال الابتكار في مجال المقاولاتية. ولاية واد سوف ولاية الواد التي شهدت بالأمس ثورة زراعية في مجال الفلاحي ليشهد لها كل الوطن، اليوم أيضا نأمل أن يكون لها أيضا ثورة في المجال الابتكار والمقاولاتية وفي مجال الشركات الناشئة. تعرفنا على العديد من المشاريع للعديد من حملة الطلبة، وأظن أنه العدد بطبيعة الحال أكبر لأنه اليوم الجامعة تأتي في مقدمة جامعات الوطن من حيث براءة الاختراع المدعى، من حيث طلبات الحصول على اللابل، من حيث المشاريع المقاولاتية، وهذا يؤكد توجه شباب ولا سيما شباب ولاية الواد اليوم أكثر من أي وقت مضى نحو الابتكار ونحو المقاولاتية.